الوطني اللي تشوف فيها كلها جانب كبير منها هو توظيف من أجل النيل. أهلا بكم. يستمر حاليا استنطاق كل من الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب والمهندس علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، استنطاق بوحدة البحث في جرائم الإرهاب وغسيل الأموال ببوشوشة. والأستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني يقول استدعاء الغنوشي والعريض يحفه الكثير من الغموض، وهناك تخوف من استعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية. نسأل: بحث عن حقيقة جرائم التسفير وخيوطها أم تصفية سياسية على الحساب ودفع بالخصومة السياسية إلى أقصاها تمهيدا للمحطات الانتخابية القادمة؟ وبعد أن أعلنت جبهة الخلاص الوطني في وقت سابق مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر المقبل، أحزاب التكتل والطيار والعمال والجمهوري والقطب أعلنت هي الأخرى اليوم في ندوة صحفية مقاطعة الانتخابات، وتعتبر هذه المحطة أو الانتخابات المقبلة المحطة الأخيرة في مسار الانقلاب والتسلط لقيس سعيد. وعلى خلفية إصدار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم: المرسوم يتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، ولا يضمن المرسوم الجديد أي حقوق، ولم يضع في اعتباره ضروريات الدولة الديمقراطية المدنية. والسلطة في تونس تقول نقابة الصحفيين دأبت على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاه. نسأل: هل تستحث السلطة السير بلا رجعة نحو الدكتاتورية؟ وهل تنجح المعارضة المدنية والسياسية في الدفاع عن مكتسبات العشرية الديمقراطية الفائدة؟ ضيوفنا في الجزء الأول الأستاذ مختار جماعي المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ مختار، مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي. ضيفنا الثاني في الجزء الأول ويواصل حقيقة معنا طوال هذه الحلقة السيد عز الدين الحزقي عضو الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب. سيد عز الدين، مساء النور. مساء الخير، تحية لكل المستمعين والمتابعين للقناة. مرحبا. نعم، الله ينورك. يلتحق بنا إن شاء الله بعد حوالي نصف ساعة السيد بيقسم أحسن القيادي بحركة النهضة. خليني أبدأ معكم الأستاذ مختار جماعي، ونشكركم الساعة على تلبيث الدعوة. نعرف أنكم من الفريق المدافع على الأستاذ راشد الغنوشي وعلي العريض، الآن فريق دفاع الآن في جلسة الاستنطاق لكل من راشد الغنوشي وعلي العريض ببوشوشة، ونستريق منكم الأستاذ الجماعي بعض الدقائق. نعرف أن تحقيق قضائي طبعا الحال سري تحقيق ضرورية، ولكن مهم جدا الآن على الأقل نستوضح الخطوط العامة دون دخول في مجريات البحث. أستاذ مختار جماعي، ضعنا في الإطار سيدي بداية استنطاق الغنوشي والعريض، في أي إطار؟ أولا جئتكم تقريبا وأنا غير بعيد على مكان حيث يقع الآن استنطاق السيد علي العريض رئيس الحكومة الأسبق وزير الداخلية. أعود بعد قليل إلى مقر الفرقة لواصل الحضور للاستنطاق مع الأستاذ راشد الغنوشي. وبين هذا وذاك كنا سابقا قد حضرنا أيضا مع السيد نور الدين الخاتمي وزير الشؤون الدينية في الموضوع لحضور بحث إطاره العام. كان شكاية تقدمت بها المسمات فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري بموجبها تدعي وجود شبكة للتسفير بدون أدنى الأدلة. تقدمت بها بعد جلسات السماع بمجلس النواب، اقتصرت على سماع بعض النقابات الأمنية وبعض الأمنيين الذين يمكنون حقدا ضد بعض الأشخاص لفائدة المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية تخلت عن النظر في هذه الشكاية باعتبار أن الصبغة الإرهابية للجرائم موضوع التتبع، تخلت عليها لفائدة القبض القضائي لمكافحة الإرهاب.
النيابة الهجومية بالقدس القضائية لمكافحة الإرهاب عهدت وحدة البحث في جرائم الإرهاب وجرائم تبييض الأموال في بوشوشة، وكانت منذ أسبوعين تقريبا بدأت في إجراء استنطاقات مكوكية ضد عدد كبير من الأشخاص، بدأتها السيد نور الدين الخاتمي وزير الشؤون الدينية الأسبق وبعض القيادات الأمنية وبعض المدونين وبعض الصحفيين وبعض حتى الأشخاص العاديين، توصلا اليوم إلى استنطاق السيد راشد مغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس مجلس النواب والسيد علي العريض رئيس الحكومة وزير الداخلية. إذا أستاذ الجماعي، نعرف كما قلت منذ قليل سرية التحقيق، ولكن هل من تبسيط للتأكيد دون دخول في دقائق القانون وبما يسمح به القانون؟ شو التسفير هذا؟ هو دعني أقول أنه لم يبقى أي مجال للسرية، وسائل الإعلام تقريبا جميعها تجندت لتناول هذا الموضوع، تقريبا لم يخلو برنامج حواري أو حتى ترفيهي من الحديث عن مسألة من المفروض أن تكون على غاية من السرية. نعم. ولكن ومع ذلك سنبقى وفيين لمبدأ سرية التحقيقات والسماعات، ولكن سنقول ما يمكن أن يسمح به القانون وما يمكن أن يفتح أذهان الناس عن كثير من الأكاذيب التي حدثت. الشكاية تنطلق من وجود تنظيم كامل يساعد على تسبير الشباب نحو بؤر التوتر. تنظيم، اسمح لي أستاذ مختار، تنظيم كامل؟ تنظيم كامل متكون من ثلاثة أبعاد، أولا التعبئة، ثم التحضير، ثم النقل. التعبئة تكون بالنسبة لهم في المساجد من خلال الخطب ومن خلال اختراق أئمة المساجد وإطاراته الدينية الذين يسعون لحث الشباب على التسفير. ودليلهم في ذلك خطبة السيد نور الدين الخاتمي وزير الشؤون الدينية إمام مسجد الفتح، هذه الخطبة التي تعود إلى سنة 2011 مع انبلاجئ الثورة السورية وقبل تدميرها عندما كان السوريون يصيحون 100%. والحق أن هذه الخطبة كانت في أسبوع بعد دعم مجلس الأمن الدولي للتحرك الروسي للتحرك السوري ومجلس جميع الدول العربية، وأن التكوين تنسيقيا دعم الثورة السورية المتكونة من مجموع الأشخاص الذين يقدمون اليوم هذه الشكاوى وتزعمونها. يوم 6 كانت الخطبة في يوم 12 أوت، طبقتها يوم 6 أوت هذه التنسيقية التي ساهمت فيها جمعية محامي القربان وجمعية الصعوبين التونسي والشهيد أيضا شكري بالعيد شخصيا وكثير من الأصدقاء الدكتور. نعم. نعتقد أن هذا البلد جاء لتصفية حسابات سياسية دون أن يكون مؤثرا على أسس قانونية. نعم أستاذ مختار، احتراما لجمهورنا لمشاهدينا، لا خير في أن قلتها وأن سألتكم كصحفي، نعرف أن التظلم حق طبيعي لكل مواطن، لكن لو سألتك على المباشر، أنا لو اتهمت راشد الغنوش الآن عنده شكاير متاع ديناميت ولا شكاير متاع ذهب وأكلفكم في المباشر بالنيابة، هل ترى النيابة العمومية ستفتح تحقيق؟ بمعنى أنه هل تعتقد أنه، اسمح لي، أن النيابة العمومية في العادة لا تفتح تحقيق جهة الشكاوى، لكن لا تفتح تحقيق إلا إذا وجدت أسانيد مقنعة أو على الأقل بداية حجة، أليس كذلك؟ لعله من أوائل الدروس التي نتلقاها في كليات الحقوق مبدأ هو مبدأ ملائمة التتبع، مبدأ ملائمة التتبع يعطي النيابة العمومية كل السلطة في تقدير مآل
الشكاية فتكون بمثابة الغربال الذي يصنف الشكاوى ولا يمكن أن يثير منها وأن يحيل منها إلا الشكاوى المؤسستية على قرائن متضافرة متعددة يمكن أن تؤسس لتتبع جدئي. هذا ما نفتقده في هذه الشكاية. أنت سألتني هل يمكن أن يكون مآل كل شكاية التتبع؟ قطعا أقول لك لا، لأن عديد الشكاوى سبق أن قدمناها في حق السيد نور الدين البحيري مثلا الذي وقع اغتيابه من الجميع، الذي وقع اختطافه وتركه 67 يوما دون أي رعاية صحية ولا شخصية دون أن تتحكم بالعمودية. قدمت عديد الشكاوى في حق مثلا حق النهضة والسيد راشد الغنوشي في عمليات التشريبيه. دعك من الجانب استاذ مختار رجاء، دعك من الجانب الصحي، هذا مجال اخر. في الجانب القانوني الان، في الجانب القانوني يا اما عندك مباشر ابحر الشكوك الظنون انت من الكاميرا سيدي، دعك من الجانب الصحي. يا سيدي اقول لك ان تعامل النيابه العموميه مع هذه المسائل كانت ولا تزال تعامل انتقائي، انها تنتقي من الشكاوى ما يمكن ان تمررها للبحر، وكثير من الشكاوى انتهت الى الركوب، رغم اننا قدمنا شكاوى مؤسسه على دلائل قطعيه الثبوت. اي علاقه مفترضه؟ هذا سؤال يعني يستفزني. علي عريض كان اول وزير داخليه سنه 12 2000، اول 13 2000 عندما كان وزير الداخليه هو من جرم او صنف تنظيم انصار الشريعه تنظيما ارهابيا. سؤالي اي علاقه مفترضه لعلي عريض في هذا الموضوع؟ دعني اقرأ عليك في خبر ورد يوم 27/8/2013 اعلن علي العريض في مؤتمر صحفي عن ضلوع تنظيم انصار الشريعه في عمليات ارهابيه، واكد تصنيف تنظيم انصار الشريعه كتنظيم ارهابي، وقد اتخذ هذه الخطوه متحملا فيها مسؤوليته القانونيه والسياسيه. اذا علي العريض هو من يعود اليه اول اعلان رسمي هذا التنظيم هو تنظيم ارهابي، ومع ذلك نجده اليوم في ساعه متاخره من الليل قيد البحث في مثل هذا الموضوع، على خلاف غيره من راى ان تصنيف انصار الشريعه كتنظيم ارهابي غير قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز. وورد هذا التصريح على صحيفه الصباح الاسبوعيه في عددها يوم 29/8/2013. اصبح الان من يعارض تصنيف انصار الشريعه تنظيما ارهابيا يحاكم من تولى تصنيف هذا التنظيم. من هو؟ انه قيس سعيد الذي عارض هذا التصنيف باعتباره رجل قانون، وذلك باعتباره سياسي عارض مثل هذا التصنيف في مقال او في حوار صادر بتاريخ 29/8/2013 بعد 48 ساعه من اعلان السيد علي العريض هذا التنظيم تنظيما ارهابيا. لا هو التصريح للصباح اعتقد فقط انت ربما خلطت. علي العريض كان وزير الداخليه قبل مارس 13/2000 ثم تحول الى رئيس الحكومه، وتصريح سعيد لاحق، تصريح سعيد في اوت نعم 13/2، ولكن علي العريض كان وزير الداخليه قبل مارس 13/2. يعني علي العريض كان وزير الداخليه اول من صنف انصار الشريعه تنظيم ارهابي في 12/2، هو الان يحاكم بتهمة التسفير والإرهاب من قبل الرئيس سعيد عندما كان سياسيا وقال رجل قانوني، قال كما قال أستاذ ذكرنا بصفحة أستاذ الجماعي كان يعتبر أن ذلك التصنيف هو لا قانوني وتصنيف سياسي للأسف شديد. ونفس التصريح أدى به أيضا إلى العربية نت، نفس الموضوع ونفس التصريح تقريبا أدى به إلى العربية نت. اليوم يحاكم علي العريض. من يحاكم علي العريض؟ هو قيس سعيد. وبين هذا وذاك السيد سيف الدين الناطق الرسمي باسم انصار الشريعه هو ايضا يقع تتبعه على قدم المساواه مع السيد علي العريض. سيف الدين الرئيس في نفس
سيف الدين الري. سيف الدين الري. نعم. سؤال الان نعرف كما قلت لك ما ندخلش في التفاصيل. وراشد الغنوش شو علاقته بالبث؟ هذا هو السؤال، هذا هو هذه المشكله. الى الان هو الى الان لم يقع سماعه الاستاذ راشد الغنوشي، ولكن من الناحيه السياسيه كان السيد راشد الغنوشي خارج الدوله يومها، بماذا يترك له مسؤوليه عن هذا؟ ان اعتبرنا ان ادعاء السيد راشد الغنوشي اليوم باعتباره مفكرا منظرا فهذا امر لا يستقيم، لان السيد راشد الغنوشي يعود له الفضل في اجراء ملائمه بين الاسلام والديمقراطيه تتاسس على فكره الاسلام المعتدل، والذي كان والذي كانت له كل الفضل في دحض حجه السلفيه الارهابيه. طيب التحقيق قلنا استنتاج مش تحقيق، هو استنتاج لانها فرقه يعني استنتاج. نعم استنتاج فرقه طبعا النيابه العموميه، مجال التحقيق. سؤالي الاخير استاذ مختار، السيناريوهات المفترضه، السيناريوهات ماذا ينتظر العريض والغنوشي؟ نعتقد ان جميع السيناريوهات مفتوحه. هذه سلطه كلما اشتد عليها خناق الازمه الاجتماعيه والازمه الاقتصاديه تخلق موضوعا تلهي به الناس، وهذا امر معروف. اعتقد ان السيد راشد الغنوشي تعريض خاصة من خلال ما ظهر لنا من مؤشرات اليوم بداية من الساعة 10 إلى الآن من محاولة منع فريق المحامي من الحضور مع السيد علي العريض، نعتقد أن الاحتمالات مفتوحة خاصة مع تأخر الاستنطاق إلى ساعة متأخرة من هذا الفجر. نعتقد أن مسألة إيقاف علي العريض أو إيقاف راشد الغنوشي غير المتأسسة على مسألة قانونية هو أمر وارد جدا. شكرا أستاذ مختار الجماعي المحامي والناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وسيد علي العريض رئيس الحكومة الأسبق. وشكرا لدينا أستاذ مختار، واسمحوا لي أن أمر بالسؤال إلى سيد عزيز الحزقي. سيد عزيز الحزقي كنت أستمع لسيد مختار الجماعي يقول لك إن الاحتمالات مفتوحة والمؤشرات سلبية، ونجيب الشابي رئيس جبهة خلاص الوطن اليوم يقول إن استدعاء الغنوشي والعريض يحفه الكثير من الغموض، وهناك تخوف من استعمال القضاء تصفية حسابات سياسية. إلى أي حد يعتبر تصريح نجيب الشابي قارب الصواب أستاذ سيد عزيز الحزقي؟ مش غموض، أنا أعتقد أنه في وضوح تام. الصورة قاعدة توضح يوميا منذ عام الانقلاب، قاعد يوضح صورة للعالم كله مش بتونس فقط. أولا ساعة قبل كل شيء نحب نحيي المناضلين اللي نهار كامل هم يرسلوا فيهم، الأستاذ راشد الغنوشي، علي العريض إلى آخره، أظهروا ناس مناضلين عرضة للهرس الممنهجة. ممنهجة، وهذا دليل الهسترة بتاع الخصم. هرس لممنهجة سيد عز الدين؟ هي دليل على الهسترة، أن الخصم تهستر يحب. هناك زوز أصناف وراء هذه القضايا. الصنف الأول هي السلطة. السلطة اللي هي في مأزق، اللي هي عمال ماشي هذا البلاد الهاوية. نعم. باش تغطي مهازلها وباش تغطي الكوارث اللي يعيشها المواطن اللي لا قاعد يلوش في السميد ويلوش في الفرينه ويلوش في الزيت ويلوش في المكرونه ويلوش كيفاش ياكل ويلوش كيفاش ياخذ كراسه ويلوش كيفاش ياخذ كتاب، لازم تغطي هالمهزله هذيك في قضيه مفتعله واضحه كوني قضيه مفتعله. ثم الصنف الثاني هما اللي نسميهم انا المرضى، ربي يفرج عليهم. فما ناس مرضى سواء في وسائل الإعلام أو في المجتمع مرضى بالحقد بالضغينة بالغباء، ولكن بعضهم سيد عز الدين اسمح لي سيد عز الدين نهضة عدو ويزوم سيد عز الدين، ولكن بعضهم يقول إن هذه الملفات ضرورية وربما حركة النهضة هي أول مستفيدين من هذه المعالجة. وتم النظر نعم نحن في الاستماع سيد عز الدين، هي قضايا تم
قضايا تم النظر فيها. أنا مانيش ضد أن القضاء يتبع القضايا الجديدة، أنا ضد التلاعب بالقضاء. من لا يحترم القضاء هو المدان. هناك قانون صدر عن القضاء بفاية القضاة، هذا حقهم وقع تشريهم وقع عزهم، والقضاء هذايا ما لقاش حظه. يعني قضاة لحد الآن ضحية اعتباط، نعم القضاء قضى فيها ولكن ما لقاش حظه باش يطبق. فاللي ياخذ القانون هو اخر واحد ينجم يتبع القانون، هو اخر واحد ينادي بالقانون. كيف يعني؟ كيف ذلك؟ هو المتهم الاول في خرق القانون، هذا واحد. ثانيا بالنسبه لي هالماكينه الكبيره اللي قاعد تخدم النهارات خاصه في وسائل الاعلام اللي تابع المافيات، نعم، واللي عندها سنوات وهي هذه هي خدمتها، وهي ورثتها على بن علي ورثتها حتى على بورقيبه، عندما يحبوا يغطيوا على حاجه يشوه يخلقوا عجوز القايله، يخلقوا غول بعبع اعلامي باش يخوفوا به الناس، وقاعدين يهرسلوا في اللي يستدعيوا فيهم ويهرسلوا في المواطن بالتسفير والنهضه. ويلزم النهضه، يلزم يقولوا النهضه ليه باش زعما اسكت مثال مش فما غلاء اسعار، فما فقدان مواد، فما وضعيه اقتصاديه مدهوره، هذه كل مثال نقول فما النهضه قاعدين يشدوا فيهم. هذايا واضح ولا الناس تضحك عليهم، المواطن العادي ولا يفهم اللعبه هذه. نعم. وهذه ماهوش غريبه على الاستبداد، ومش غريبه على الاغبياء والمرضى اللي وراء وسائل الاعلام واللي يجريوا على العقليه هذه. يعني انا بالنسبه لي فخر للنهضه لانها اظهرت انها منذ عام وشهرين توا في صف المعادي للانقلاب، وهذا تشكر عليه طبعا. وكذلك مناضلينها قاعدين في ثمن غالي، الهرس اللي راهي سهل. ان العائلات ناس تدخل الحبس، ناس تاخذ قدام الباحث ساعات طويله في قضايا في الاخر يقول ما عندك حتى شيء. هذه كله دليل على صلابه المناضلين وضعف وهزال المستبد. نعم. يعني مرة أخرى نحيي المناضلين هذوما ونقول لهم ما تقلقوش، راهم يحبوا نضرب القطوسة باش تتربى العروسة. خلينا نلهيوا الناس في النهضة باش نغطيوا الخور والهم اللي عايشين فيه المجتمع. نعم سيد عزيزين، قلت أنه هناك تلهية، هات نسمع مقطع من تصريح السيد علي العريض رئيس الحكومة الأسبق اليوم قبل دخوله للاستنطاق في فرقة مقاومة الإرهاب في بوشوشة. يلا نشوفوا سي علي العريض تصريح ونرجع لك. العملية هذه اللي تشوفوا فيها كلها جانب كبير منها هو توظيف من أجل النيل من معارضين وعلى رأسهم حركة النهضة ومن كثير من القيادات الوطنية ومنهم قيادات حركة النهضة، ومن أجل أيضا التلهية والتغطية على التركيز على القضايا الحقيقية متاع البلاد اللي تتعلق بالوضع المعيشي المؤلم اللي يعيشه المواطن التونسي سواء بالغلاء أو بفقدان مواد أو بغيره. نعم سي عز الدين علي العريض التصريح هذا، سمعنا نفس التصريح تقريبا، اسمعني، نعم نفس التصريح تقريبا اسمعنا عند يعني قيادات الأحزاب الخمسة، عند نقابة الصحفيين وغيره. يقول لك ما يجري الآن أمام ربما عجز السلطة عن إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة، فقدان المواد التموينية الضرورية، فشل السلطة في إدارة هذه، تريد التغطية وكذلك ربما تجهز نفسها من خلال تصفية خصومها للمحطات الانتخابية المقبلة. ما رأيكم؟ هذا فعلا، وكعلاش انا نزيد نحيي مره اخرى المناضلين النهضه والمناضلين كل اللي قاعد السلطة المتازمه قاعده تعتدي عليهم، هو في الواقع يخدم الثوره.
ويزيد يكشف الانقلاب، خاطر الانقلاب ما عادش عنده حتى ما عادش عنده ما يصرف، وفات اموره فلس على الافلاس التام. والوضع الاجتماعي اللي كما كان يحكي توا سي علي العريض بالمجد، معناها هذا هو اللي كنت نقول لك فيه بكري، هم يحبوا يغطيوها. راي الناس ولات بعينيها تتكلم، اخرج للشارع واسمع الناس. ما تغطيهاش حكايه النهضه وحكايه الغنوشي والعريض مش تعدوا المحكمه وكذا، ما وفاه هذه عقليه قبليه وقرى وسطيه تاع ناس متخلفه. راحنا في القرن 21 يا بهلا، راهو ما عادش القبيله ولا مش نقدر نختار تبطل عشرون ناس حتى يدها بيد حزب هلك مده 60 سنه تتحالف معاه، مش يطلق ولا كلمه ولا وقاحه وصلت بهالارض هذا، انهم يدهم في يد التجمع اللي يسكي بلاده فلسها، هو سبب فلسها، هو قطاع الاقتصاد التونسي، خلق الاقتصاد الموازي وخلق الحياه الشعبيه تبيع في المجتمعات، نعم، خلق وخلق التهريب وخلق المافيات كلها، هذا كنا نسووه ونخلقوا عصور قائله باش تهيوا الناس، هذا نخدم مافيات. مارسات هذه هي بصميم خدمه مافيات قاعده تبتز في البلاد منذ عقود، نعم، واللي يخدم فيها هو الدعايه لفايدتها وتخطيط هذا بخلق قوله النهضه. النهضه هو عندها سنوات ما تحكمش، ويكتب اللي يقول النهضه تحكم، حكم التجمع بكل بكلاكله، ايام السبس قم في القصبه، قم في قرطاج، وقم في باركو، كلهم يحطوا على النهضه. النهضه مسكتها كيف السيف، نعم، اذا يحب يغطيه الحقيقه على المواطن ويلهيوه بحكايات تسفير وكذب. والتسفير 80 محكمه حكمت اكثر من 80 واحد ولا نحتوي فيها زعما هذه، وفي المحكمه تو هذه معناها، نعم، اذا اخرها في مارس 21، ولكن يقول لك سي العزين انه اذا سامحني القضايا هي تبدا التهمه وتوجيه التهمه مفتوح البحث لمن يكشف عن البحث، ولكن هذا البعد الاعلامي سيد عز الدين، هذا البعد مانيش ضد انك تفتح، مانيش ضد انك تفتح قضايا، انا نحكي لك 80 واحد تعداوا على المحكمه في التسفير واغلبهم ندائيين واغلبهم ما عندهم حتى علاقه بالنهضه، مش دفاعا عن النهضه، انا نحكي لك باش نوريك انه يستعملوا في النهضه اليوم لاغراض اخرى، لاغراض تمويهيه بالنسبه للمستبد بالنسبه للانقلاب، نعم، وأحقاد دفينة وتخلف وعمالة مع التجمع وعمالة مع المافيات، ناس عملاء للمافيات عملاء للفساد، هم اللي يحركوا في النار هذه، يشعلوا في النار ويقولوا دخانها عملته النهضة، نار انتومة والمافيا اللي تدافعوا عليها اللي تغطيوا لها بالخور نتاعها، والنهضة قاعدة تناظر ضد الانقلاب، واحنا وانا معاها، هي معايا وانا معاها ضد الانقلاب، هم يناظروا وانتم تقولوا، ثم فرق كبير بين مناظر وبين قوال. يعني النهضة تستهدف بحسب رأيكم اليوم باعتبارها هي السنام، يعني جبهة خلاص والعمود فعلا فاهمين هذا، هم فاهمين كونه الجماهير أغلب الجماهير اللي نزلت من نهار 18 سبتمبر كما هو أمس 21، أغلب الجماهير هذوما نهضويين كثر غيرهم، وأنا نشكرهم برشا لأنهم تعذبوا 18 مرة يعطوا في 11 شهر في 13 شهر 18 مرة يجيوا لتونس من جدليان ومن مؤتمر ومن قعفور ومن سليان ومن جندوبة ومن قفصة ومن سيدي بوزيد ومشاق، ويقعدوا بين 12 ساعة و 13 ساعة مش باش ياخذوا رخصة نتاع شراب ولا رخصة نتاع تاكسي، باش يدافع على دولة القانون، باش يدافع على البرلمان، باش يجي ضد الانقلاب اللي باع البلاد توا انتهاك اللي قضى على الدولة، الناس هذوما مناضلين، باش يشوهوا المناضلين هذوما يلزمهم يخلقوا لهم هالترهات كذب، مش معناها هذه راني مره اخرى راني لفيت القضاء انه يفتح قضايا، لكن هالاوركسترا الكبيره هذه هالدراما هالمسرحيه الهزليه الدراميه اللي عاملينها اوركسترا، نعم اوركسترا 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 واضحه واضحه، خلاف اللي ما قالوا الرئيس نجيب نحترمه برشا، لكن
واضحه مش غامضه. راهو الانقلاب قاعد يساعد في قاعد يساعد في وعي الناس البسطاء، خلاص قاعد يوريهم اللي هو كارثه. واللي الدعايه كلها نتاع 10 سنوات نتاع الماكينه الاعلاميه الفاسده الموروثه من نعم. من عهد الفاسدين هي ضد الثوره وضد تونس الحره وضد الديمقراطيه وضد المستقبل، مستقبل الاجيال اللي قاعده تلوح روحها في البحر، الاجيال اللي ما عندهاش خدمه، الاجيال اللي ما قادش ما تاكل، الاجيال اللي ما قادش ما تخدم. على, على, على ذكر الحرقه سيد عز الدين، تعرف انه اخر الارقام المقدمه من قبل المعهد الوطني للاحصاء تونس الان على الاقل وفق اخر رقم خاص بالتضخم شهر اوت الفارط 8.66 هذا الرقم اولا هو الشهر الثاني عشر قاعد في تصاعد صعود شاهق، ثانيا هذا رقم يحب يغطيه، نعم رقم يحب يغطيه، هذا هم يحب يغطيه، هذا رقم غير مسبوق للاسف الشديد. هذه شوفوا نشوفوا صور سيد عز الدين كيفاش توانسه في المغازات التونسيه الشعب اللي عيط على الحريه وعيط للعصابات. نشوفوا الان نحاول ناخذ الفيديو كيفاش توانسه همهم الوحيد في المغازات الحصول على كيلو السكر، نحاولوا الحصول على نشوف الفيديو اذا كان جاهز. يلا نشوفوا بعض المشاهد، للاسف الشديد مشاهد مدمية. الصوت اعطيني الصوت لو ممكن. هذه المشاهد مدمية في الحقيقة، ما حبيناش لم نرد سأعطيك المجال سي عز الدين، لم نرد يعني لطالما هذه الصورة لأن هي في النهاية صورة آبائنا وأمهاتنا وأخوتنا وأخواتنا في ذلك بتلك الصورة المقرفة. تفضل سيد عز الدين. هذا العهد السعيد بتاع اللي بشر به الانقلاب، هو مازال هذا تقتاقه كل صفاقسي، مازال فلقوا، مازال توا الأمور مازال تكبس وباش يغطيوا التنازلات اللي مش يعملوها والكوارث اللي مش يعملوها واللي مش تحرج برشا منظمات ساندة الانقلاب كما منظمة الاتحاد مثلا باش يغطيوا هذا الكل، قاعدين يخلقوا في المسرحيات المضحكة المهزلية هذه اللي قلت أنا مهزلية درامية في نفس الوقت مشهدية. نعم أي شيء ألم كي تشوف تونس كي وصلت كما كاكا، شيء أسف بالمجد نعم. سي عز الدين اسمح لي، يلزمهم يغطيوا، المستبد ديما يعمل كاكا، ديما يخلق، ديما يفتح القضايا ويلقى عملاء سهلوا ثنية هذية وتخلق في مخ في عقل الانسان هالصوره هذية باش تغالطوا، لانهم مغالطين، لانهم يشوهوا في العباد، لانهم كذابه، لانهم مرتزقه مقابل سوار مستعد باش يعمل كل شيء. باش ما يهموش، راهو يكذبوا، راهو لا يهمهم تونس، لا يهمهم اجيال، لا يهمهم ماضي، لا يهمهم تاريخ، لا يهمهم جغرافيا، راهو يكذبوا. راني نعرفهم فردا نعرفهم راهو كيفاش كانوا وكيفاش يخدموا. لذا جاب ربي العشر سنين حريه فتح برشا افكار وخلات التونسي يولي يعالج ولي يقارن ولي يفهم الغث من السمين، وما عادش تنطليه راهو. نعم. كله ما عادش تنطليه يا بهله. على كل سيد عزين، انت ذكرت حكيت عن البعبع الاعلامي، وهذه فرصه لنا وتوضيح لمشاهدينا ونحن في بدايه موسم اعلامي جديد، توضيح للساده المشاهدين بخصوص التنوع والتعدد في الضيوف حاس هذا 24 فرصه. ايوه ان حريصون كل الحرص على تنويع ضيوفنا فضلا عن تعددهم، تعدد داخل الفكره الرافضه للانقلاب ولما صار ما يسمى بتصحيح المسار الذي يقوده سعيد وطيف من موالاته. من جهه ثانيه احنا حريصين على تنوع بمعنى سعي ما امكن لتشريك الاصوات المسانده لسعيد طالما تركت التهريج والتزمت ادبيات الحوار، وشخصيا كنت سعيد في ذلك مرارا وتحدى من يقول العكس، ولكن نحن راو لا نخجل عندما نقول ان الخط التحريري راهو رافض للانقلاب ونعارضه بأدواتنا الصحفية عبر توخي الموضوعية وفضح الخطاب الشعبوي، ندافع عن الحرية ومكسب الديمقراطية بوجه مكشوف، وتدافع قناة 25 جويليا وربيباتها عن الشعبوية وعن الدكتاتورية بتحايل عبر خطة 6 كورنيكور ضد ضيف واحد، معروفة الخطة هذه ومكشوف، ولا يكفيهم ذلك بل في بعض الأحيان يجبرون ضيوفهم على المغادرة قبل نهاية الحصة، هذا باب المكشوف.
ندير بلاطواتنا ونحن في تمام وعينا، ولن ندعي الجنون يوما للتهرب من مسؤولياتنا الأخلاقية والصحفية. الحمد لله مناش مجانين. سيدنا موسى عندما خاطب فرعون الطاغية قائلا: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فهل تمنون علينا أنكم تسندون الدكتاتورية والشعبوية؟ نحن قناة ممنوعة من البث داخل تونس بأمر سياسي قبل 25 وبعد 25 جويلية. وبداية من أكتوبر 21 صادروا استديوهات شركة الإنتاج التي تتعامل معها قناة الزيتونة قبل أن ينصفها القضاء. صحفيون، ونقولوا لها صحفيون، عندنا زوج صحفيات فقط، شوف زوج صحفيات فقط ممنوعات من إجراء استطلاع ميكرو تطوار رأي الشارع في تونس. قناة الزيتونة ومالكها سيد سامي الصيد الشاب لا تتعلق به أحكام قضائية باتة في ملفات فساد عكس البعض. مالك القناة لا تتعلق به ديون صالح بنك فرنسي التونسي على عكس غيرنا، والإذاعات المعنية تعرفوها. عودوا إلى مراسلة البنك المركزي التونسي بتاريخ 20 جويلية 2020 والموجه للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان، وتو تشوفوا قناة الزيتونة ممنوعة من رخصة البث بأمر الهيكل منتهي الصلاحية. ما عندناش إشكال الفلوس متاع التاسعة كما حكى عليها سي علي الشابي مؤخرا. ندير هذا البرنامج فقط بتقنية السكايب وبإدارة فريق صحفي، شوف فريق صحفي وتقني وإخراج قوامه 4 أفراد فقط. أنتم صحيحين فاهمين إيش معناتها 4 فريق صحفي وتقني وإخراج 4 فقط باش تستوعبوا سادة المشاهدين. بعض الفاتوات الإذاعية والتلفزية عندهم 6 كرونيكورات، ونحن كامل فريق نشوف فيه في حصاد 24 4 فقط، صحفي وتقني وكلهم 4 فقط. نتفهم انتقاداتكم، نتفهم غضبكم في أكثر من حلقة، رانا ندير في وضع في مباشر في ظروف جليدية أحيانا، لكن في ظروف في ظل ظروفنا المادية الصعبة نقول لمشاهدينا ومتابعينا راهو قد نقدم كما يقولوا فيها طبق عشاء غير لذيذ، طبق عشاء غير فاخر، لكن تأكدوا أنه لا فجور فيه، لا كذب، لا إشاعات ولا استهزاء بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نؤمن بالدعاء ونؤمن بأن الدعاء مخ العبادة، وحين نسمع بلاطوات الكذب والدجل والله ندعو كأننا ندخل بيوت الخلاء. اللهم جنبنا الخبث والخبائث، نؤمن بالدعاء شبيه وشرفنا تماما مثل ما قلت ندخل البيوت الاستحمام. عملنا المهني وموضوعي ونحل أهل مهنية ولا فخر، لا نكذب عليكم لنقول أننا محايدين، مش محايدين مع استهداف الثورة وهدفها أبدا، نحن صوتها وانبحت حناجرنا، ولكننا موضعيين، لا ننشر الكذب، لا ننشر الباطل، لا نتاجر بعراضة التونسيين والتونسيات. البديل الوحيد إذا كان نقف عند هذا العمل في ظل هذه الظروف فقط راهو غلق القناة وإدارة القناة فكرت في أكثر من مرة. هذا باش تعرفوا الحقائق وبالواقع باش نحكي لكم. نعول على تفهمكم وتفهم مشاهدينا، نعول على صبركم، وهذه فرصة ونحن في بداية سنة إعلامية جديدة على الأقل لنقول إن بلاطواتنا مفتوحة لكل الأصوات المحترمة، وعلى وجه الخصوص لكل المدافعين عن الحرية وعلى الأكسجين الذي نتنفسه. رأس مالنا مصداقيتنا، رأس مالنا الحرية وليس التفاهة التي تدر على بعض القنوات مئات الآلاف من الدنانير وربما المليارات. أخيرا وليس آخرا نقول إن كنا هنا مواصلين في العمل رغم صعوبة الظروف فقط لأننا وطننا حياتنا ومعيشتنا على العمل في الظروف الجليدية. تعلمنا نكتب ونعمل ضد الطيار، تعلمنا العيش ونحن نقاوم، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت لمن هم مستلقون على الأرائك ولمن هم قادرون على مد يد المساعدة لقناة أقل ما يقال فيها تتنفس تحت الماء. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. هذا على الواقع نتحركوا فيه سعزيلي، نشوف التطوات اليوم كيفاش ناس معناتها أباطيل وكذب وافتراء بدون حد أدنى. هذا على الأقل باش نصالح مشاهدينا ونحن في بداية سنة إعلامية جديدة بحقيقة وضعنا كيفاش نتابعوا في الأوضاع. تصديقا لقولك، واحد كان معايا قبل قال لي يلوم فيا، قال لي كيفاش تتكلم في الزيتونة، عجب قلت وانت كيفاش تتكلم في تلفزيات المافيات تاع التجمع وبقايا التجمع والفاسدين. اما اشرف قناة مناضلة
ومتفقة معايا لأنه انقلاب يلزم يوفى، ولا قنوات أخرى مرتزقة الدعم في الانقلاب بالدعاية الفاسدة متاعها وبالمغالطات وبالترويج الأخبار الزائفة بالمجد وبال معناها وصلت الوقاحة لدرجة هذه، معناها تتحالف مع المافيات وترفض علي أنا باش نتحالف مع المناضل. يعني وقاحة وصلت منتهاها بالمجد، معناها ولي سخفني، والله سخفني، معناها قلت كيفاش لعبت به الدعاية لدرجة هذه أنه ولا يحن للاستبداد، يحن للقوانين، يحن الناس خدمة عبن علي. في هذا الإطار سيد عز الدين، وحتى نمر الكلمة لضيفنا الثاني يلتحق بنا إن شاء الله بقاسم حسن، رأوا الإشكال حتى ليس من الرافدين، هناك من يعتبرون أنفسهم رافضين للانقلاب، ونوجه لهم الدعوة أكثر من مرة اسمح لي، ويرفضون الزيتونة. وقعت شكايات سابقة في الزيتونة على أساس تبييض الأموال. أتحداكم إذا كان يصدر أي قرار ما نقولوش بات حتى ختم بحر في قناة الزيتونة اتهام بالتبييض وبالفساد، أن أترك البلاطو هذا. في المقابل البلاطوات اللي تمشولها والمحسوبين على الثورة فيهم صحيح. الماكينها فيهم قضايا باتة، أموال القناة الوطنية، اسمح لي، أموال القناة الوطنية ما عرفيش كون واخذها، إذاعات ماكينها متحايلين على الهيكاة 30% منها في موزايك، 30% في الاف ام، ونفس المالك وعنده ديون على البنك الفرنسي تونس، وارجعوا البنك المراسلات البنك المركزي، ونتحداكم على المباشر. سيدي قاسم حسن مساء النور. مساء الخير، مساء الورد. ما الذي يحدث استاذ بالقاسم حسن؟ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، رئيس حركه النهضه، علي العريض رئيس الحكومه الاسبق، يقادون الى الاستنطاق. هل هي سعي لكشف حقيقة ملف ربما حركة النهضة أكبر مستفيدين لو تم فتحه، أم تصفية سياسية على الحساب في انتظار المحطات الانتخابية القادمة؟ سيد بقاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي صديقي العزيز، شكرا لقناة الزيتونة على الاستضافة، تحياتي لضيفك المبجل خويا عز الدين، تحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين، وأعتذر على الالتحاق بكم الآن لأن كانت عندي مشاركة في قناة أخرى. فعلا يعني الأمر في تونس أصبح يزاوج بين المأساة والملهات. تراجيديا إغريقية جدا، الانقلاب يكشر على أنيابه ويسفر عن وجهه الدكتاتوري، رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب ونائب رئيس حركة النهضة رئيس أسبق الحكومة، يعني دعوات في اتهامات جزافية مسترسلة، اتهامات سابقة حاضرة، والمدعو متهم حتى تثبت براءته، يبحثون على كيل الاتهامات لحركة النهضة ولقادة حركة النهضة في دكتاتورية سافرة كل مرة بمحاولات التأثير على القضاء. اليوم يعني إلى حد الآن التحقيق لم ينتهي، بل لم يبدأ بعده مع رئيس الحركة محاولات عدم قبول المحامين ورفضهم أصلا لساعات مطولة تؤكد على أن الانقلاب في حد ذاته يعي تماما أن الأمور غير شفافة بل ومفبركة، ويريد أن يصنع منها ملهات للشعب التونسي أمام ما يعيش الشعب التونسي. على فكرة نلاحظوا حاجة، نعم، كلما تشتد أزمة النظام كلما يفتح القضية ويريد أن يقول لمناصريه هاني باش نتوجهكم للغول الذين تريدون أن أضربه. لذلك الأزمة الاقتصادية المستفحلة اليوم في البلاد، غلاء الأسعار وغياب المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية نتاع المواطنين، الثمن نتاعها بالنسبة للانقلاب هي محاكمات لقادة المسار الديمقراطي. نعم، محاكمات لقادة المسار. نعم سي بقاسم، قلت محاكمات لقادة المسار الديمقراطي قبل العودة على فكرة الإلهاء، لكن تحدثتم عن تأثير على القضاء، لكن من جانب آخر سيد بقاسم، هذه الوقفات التي تدعو إليها الصفحات الداعمة لحركة النهضة للوقوف أمام لنقول أمام القضاء ولكن أمام النيابة العمومية الآن باعتبارها في الثكنات، ألا يمثل تأثيرا على القضاء في وقت هو يحتاج إلى من السلطة ومن المعارضة الدعم وليس التأثير؟ الحضور أمام الثكنة
ليس دخولا الى الثكنه. الحضور هو تعبير مواطني نتاع استنكار هذه الحملات المشبوهه. لو كان الامور واضحه يجون فين البرة يعبرون عن مساندتهم، يدخل من يتهمونه ويدخل معه المحامين فقط. لماذا هذه الترسانه الامنيه الموجوده والتي تهين المحامين وتطلب منهم استظهار ببطاقاتهم المهنيه وبطابع جبائي ورفض؟ يعني هذا القضيه مش حكايه ضغط على القضاء، هو احنا بالنسبه لنا تاكيد على الاحساس وعلى الشعور بمراره الظلم. هذه مظالم حقيقيه يقوم بها قيس سعيد والانقلاب يقومون بها، والجميع يعرف التصفير وقد فيه محاكمات. الملف مفتوح ومكشوف. علي العريض بالذات يا وزير للداخليه وكرئيس للحكومه يعني عالج الكثير من هذه الملفات. الذين يسفرون من الارهابيين، علي العريض وحكومته هم الذين صنفوا انصار الشريعه تنظيم ارهابي. هذه قضايا اتهامات بالباطل يريدون بها فقط تصفيه حساب مع خصم سياسي عتيد وعنيد لم يقدروا عليه. وعلى فكره كل الخوف نتاع قيس سعيد ان ابناء النهضه وتلاف الكرامه والتيار الديمقراطي هم الذين اوصلوه الى الرئاسه، والديكتاتور لا يريد ان يعترف بفضل من اوصله ابدا، هو يريد ان يصفي الناس. ونتحداه احنا يتقدم الى انتخابات رئاسيه، يتقدم الان الى انتخابات رئاسيه، وهو الذي يريد ان يؤطر انتخابات تشريعيه سوريه لا معنى لها لا في الترشح سوري. انتخابات سوريه هو يتحداكم، يقول من لا يخاف من الشعب يتفضل. نعم نعم سي حسين، الذي لا يخاف من الشعب لا ينقلب على القسم الذي أداه، لا يخون الأمانة، لا يستنكر العهد. هو الذي تنكر للشعب والعهد وليس نحن، ومع ذلك هو يعرف أن المشاركة معه هي اعتراف وتشريع لانقلابه وليس مشاركة في الديمقراطية، لأن كل ما قام به هو استبعاد للديمقراطية. كيف الحال لما يستولي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولما يحل مجلس الأعلى للقضاء، ولما يحل هيئة مراقبة دستورية القوانين؟ هو صف الساحة من كل أشكال الرقابة. ما هيش الديمقراطية، هي استبداد. إذا في انتظار عودة الصوت احنا هم سيد بجاسر، هناك تقاطعات في الصوت، معذرة، هناك تقاطعات في الصوت. نشوفوا تصريح نور الدين البحيري، استاذ نور الدين البحيري خليف حركة النهضة اليوم امام بوشوشة وعودة للبلاطو، ونعطي كلمة ان شاء الله السي عز الدين. يا ليت ثم تهمة، ويا ليت ثم عدد قضية، ويا ليت ثم عدد ملف، ويا ليت ثم جهة قضائية بتاعنا. هذا الكل مش موجود. على رئيس جهة استدعاء للمثول امام الفرقة، احدى الفرق الامنية في بوشوشة، لامر يهمه، واحترامه لمؤسسات الدولة اللي تبنات وتأسست قبل قيس سعيد ومش تبقى بعده، وسلوكه والتزامه بالسلوك الحضاري هو خلاه اليوم يحضر، ولكن للأسف الشديد تم مواجهته بمثل هذه الأساليب اللي تحرم البشر من حقه الأدنى في شروط معناها البحث العادي والعادل اللي هو معناها الحضور المحامي وحضور الدفاع تبقى أحكام معناها القانون. اللي يحصل له اليوم مهزلة وفضيحة، الحقيقة فضيحة للانقلاب، واللي يحصل له اليوم يؤكد أن سلطة الانقلاب لا يرجى منها خير، وأنها ما عندها حتى هم وما عندها حتى اهتمام إلا بهرسلة معارضيها وبالاعتداء عليها، وأنه ما عندهاش رد على من قانون ولا من أخلاق ولا من أعراف ولا من مواثيق دولية ولا من حقوق بشر. نعم، كان هذا تصريح الأستاذ نور الدين البحيري اليوم باعتباره هو محامي وعضو لجنة الدفاع عن الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وسيد علي العريض رئيس الحكومة الأسبق. فقط توضيحات استفسارات على المسنجر في خصوص هذا، ليس سر المالك قناة عنده 30% في موزايك هو نفسه اللي عنده 30% في ديوان أفهام، فقط تعرفه في الهيكا نجمش يملك في زو إذاعات. شكون المالك 30% الأسهم؟ هو القائم بأعماله، هو نفسه يعطيه 30% في ديوان أفهم، وتم حتى تحقيق عملت فيه انكفاضة، وليس سر باش تعرفوا، باش تعرفوا كيف حكى سي عزين على قال الجوقة العاملة البعبع وغيره. احنا مع الحقيقة وما نخافوا حتى حد وما نحطوا يدينا في حتى حد، كان ثم قضايا تفضل خوض القضاء، أما البعبع هذا يولي حتى الدعاء
الدعاء معناتها دعاء الصفر يولي مسبة. سيد عزين أستاذ البحيري يقول لا اهتمام للسلطة اليوم إلا بهرسلة معارضيها، لكن في جانب منه سي عز الدين ربما قد نجح، هاو مشى هاو خرج البحيري هاو مشى إعلاميا قد يكون نجح نسبيا نجحت نسبيا السلطة في هرسلة معارضيها. بالعكس بالعكس كل مرة قاعد ينظف في المعارضين نتاعو، معناه ينظف في النهضة. الأستاذ البحيري كان من أكبر ضحايا الهرس الهادي، وأنا شخصيا قبل كنت نتهم فيه، وأنا طلبت منه لا اعتذرت له. فالأستاذ البحيري بالاعتداء عليه نظف روحه ونظف النهضة وكذب، كذبني أنا وكذب اللي كيفي واللي يتعس مني. دونك هذا بالعكس ربما ظهرت النافعة، هذا من جهة. من جهة ثانية هو ما عندوش حاجة أخرى يعملها، راهو ما ينجم يقوم بالاعتداء على الخصوم تاعه. يبدو أن نعم سي بقاسم، وحتى نربط سي بقاسم اليوم الخماسي في ندوة صحفية الجمهوري الطيار العمال القطب التكتل أعلنوا بوضوح مقاطعتهم للمسار الانتخابي المفترض تاع 17 ديسمبر المقبل، واعتبر سيد عصام الشابي ربما ناخذ تصريحه بعد قليل أنه هل المحطة الانتخابية هي مجرد مرحلة ختامية من هذا المسار الانقلابي التسلطي. احنا في حركة النهضة وفي جبهة الخلاص الوطني أكدنا أكثر من مرة أننا نعتبر ما حصل في تونس انقلاب، وأن كل الإجراءات الصادرة عن انقلاب هي باطل مبني على باطل، ومارسنا ذلك في الاستشارة وفي الاستفتاء، وموقفنا من الدستور الانقلابي ومن المرسوم الانقلابي الانتخابي. يعني القضية ليست تصريح، احنا أنا بالذات نسجل إيجابيا تصريح الخماسي اليوم، وهذا موقف نريد أن يقع بناء عليه توحيد مجهود المعارضة الديمقراطية ضد الانقلاب الدكتاتوري السافر. نحن أكدنا أننا لا نعترف بالانقلاب وبإجراءاته وبالتالي بانتخاباته أيضا، وهذا الأمر متفقين عليه في جبهة الخلاص الوطني. والأمر يعني من زاويتين، زاوية رفضنا المطلق للانقلاب وزاوية نقدنا المطلق للمرسوم أيضا الذي يؤكد أنه مرسوم انفرادي استبدادي غير تشاركي مبني على مقاصد البناء القاعدي والمركزية بتاعت السلطة التنفيذية ورئيس الدولة، ترشح في دوائر فردية بتزكيات 400 واحد مع سحب الوكالة السيف المسلط مع صلاحيات لا شيء لهذا المجلس الذي يريد أن ينصبه قيس أسعيد. فالأمر يعني ليس جديدا على الإطلاق، وهذه البعض اللي يقولون شاركوا وعبروا على موقفكم وأكدوا، هذه ضحكة على الذقون، هذه دعوة للاعتراف بالأمر الواقع وبقبول الانقلاب والتعايش معه. نحن في الحقيقة ثقتنا كاملة في شعبنا في صندوق الاقتراع وفي الانتخابات الديمقراطية، لكن الانقلاب أجهز على الديمقراطية كاملة، وهو اللي هارب الآن بالديمقراطية نحو دكتاتورية شعبوية استبدادية مطلقة. نعم تقول أنه أجهز على الديمقراطية، نفس تصريح تقريبا ذهب إليه عصام الشابي الحزب الجمهوري وفي الندوة الصحفية التي قام بها الخماسي اليوم التكتل الطيار الجمهوري والعمال. نشوفوا ندوة صحفية جزء من كلمة السيد عصام الشابي ثم رجعين. يلا نبدأ بإعلامكم بأننا الخمسة الأحزاب المشاركة في هذه الندوة قررت مقاطعة الانتخابات اللي دعا لها السيد قيس سعيد وفق المرسوم الأخير الذي أصدره. المقاطعة تاني عليه لأننا نعتبره أن هذه الانتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية اللي حاول يفرضها السيد قيس سعيد بعد انقلابه على الدستور وعلى الشرعية. هذا المسار اللي عرضناه منذ البداية وعرضناه في مختلف محطات، بتجميد البرلمان، بالأمر 117، بحل الهيئات التعديلية والرقابية، بالاستشارة الإلكترونية اللي قطعها 95% من التونسيين، من حل المجلس الأعلى للقضاء، من حل الهيئة المستقلة للانتخابات وتنصيب هيئة
تمثل أداة بيد رئيس الجمهورية لضرب الديمقراطية والانتقال الديمقراطي، وبالتالي وعرضنا هذا الاستفتاء كما كان يقول الأخ خليل أنه 75% لا نقول قاطع بل لم يشاركوا في عملية الاستفتاء، وبالتالي الاستفتاء والدستور اللي يفرض فيه السيد قيس سعيد بقوة الأمر الواقع هو سقط سياسياً وأخلاقياً وانتخابياً، لا يمكن لنا أن نقبل المحطة الأخيرة أو أن نقبل أن نسكي هذا. إذن عصام شاب يقول الدستور سقط أخلاقياً وسياسياً، وربما يقول مشارك لا يمكن عقلاً، هذا التصريح لهم الحزب الخماسي، أنه المشاركة في المحطة الأخيرة من باب ربما العبث. سيد عزيز القاسم حتى نختم، صورة مؤلمة، زميل صحفي من إذاعة تونس الدولية، نشوف الصور، اعتداء عليه من قبل الأمنيين، نشوف الصور المؤلمة، هذا صحفي محترف في تلفزيون وطني ذهب يشتكي وحده، مشى يشتكي للأمن لأنه ثم شكون يعني حبوا يبركوه، يعني قطع طريق، هو مشى يشتكي، ظهروا الأمنيين الجمهوريين هذوما أنه زميلنا الصحفي سبق أن صور ربما اعتداء أمني سابق على البسيرات أعتقد، فكان هذا الجزاء، مش عارفين، نشوف رأسه، شوف الصور نتاعه، هذا الزميل، هذا الزميل صحفي، هذا صحفي. الخطورة وين هنا؟ وعلى حتى نأتي على بيان نقابة الصحفيين التونسيين اليوم، وعلى خلفية إصدار مرسوم جديد، مرسوم عدد 54 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم تقول إن المرسوم يتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة ولا يضمن أي حقوق، ولم يضع في اعتباره المرسوم الجديد 54 هذا الزرع قد يوم الجمعة ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية والسلطة في تونس دأبت، هذا كلام الصحفيين، نقابة الصحفيين، السلطة في تونس دأبت على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أم وجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهائه. هذا بيان نقابة الصحفي التونسيين. نعم نعم سيد عز الدين الاستماع، حاول افتح الكاميرا سيد عز الدين حتى نعطيك المداخلة الأخيرة، أعتقد حاول أنك تفتح الكاميرا سيد عز الدين. لا لا نحاول فتح الكاميرا سيد عز الدين، وأمر الكلمة سيد شو الكاميرا شو سيد القاسم، سيد عزيزك في المباشر. طيب سيد بيجاس شكرا يا حسين. نعم نعم مرسوم سيد. مرسوم تسرع أولا جديد. أولا هي فرصة باش نحيي الأخ صالح عطي وأحيي استعادته لحريته ولخروجه من الاعتقال من السجن، وهو كان يمثل صوت وقضية نتاع حرية الصحافي. اثنين، نعم، نندد بما حصل لهذا الصحافي. ثلاثة، الحقيقة أن النظام الذي يريد أن يلجم الأفواه بحديث عن إشاعات وعن مغالطات وعن تزييف وعن أخبار غيرها أعطى لنفسه هو التأويل، مثل ما أعطى لنفسه هو تأويل المقاصد بتاع الشريعة كدولة فقط، أعطى لنفسه التأويل، تأويل وبالا على كل صوت حر. يعني لما رئيس الدولة يقول على جزء من الشعب التونسي حشرات وجراثيم، أليس هذا أكبر اعتداء على الشعب التونسي؟ يعني أليس شتم توانسة واتهامهم بأنهم حشرات من رأس الدولة، من رئيس الشعب التونسي المنتخب الذي يفترض أن يكون رئيسا، يقرر هو اللي ثم حشرات وجراثيم وفساد؟ أنا أعرج على الكلمة دي بس نقول راه مش الأمن الذي يقدر أو الرئيس الذي يقدر هذه باطل وهذه إشاعة وهذه تزييف. إحنا بالنسبة لنا القضاء هو سيد اللعبة الديمقراطية، يعني والإنسان بريء حتى تثبت إدانته، مش متهم اليوم اللي يفتح فمه. فعلا بيان نقابة الصحفيين بيان في المستوى، ونعبر على تأكيدنا وتمسكنا بأن هذا انقلاب سافر على الحرية وعلى الديمقراطية، وظهر أيضا بأنه مأساة على معيشة الشعب التونسي، على حياته، على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي. هذه المأساة بتاعت الانقلاب، وهذا هي السبب الذي يؤدي أنه سوف يسقط دون شك لا محالة، لأنه
يعني لا افق له ولا شعبيه ولا شرعيه. شكرا سيد القاسم. سيد عز الدين بين... نعم الصوره واضحه والصوت واضح. بيان نقابه الصحفيين يقول السلطه تورطت او ننقل حرفيا دأبت على نشر الاخبار الزائفه والاشاعات والتعتيم عن الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر اخبار زائفه او موجهه هدفها توجيه الراي العام والهاء. يعني تنصحك كذا، لكن راهي السلطه من عندها مده كبيره من تنشر في اخبار زائفه، وبرشا صحفيين اعلاميين ما بين ظفرين اللي يخدموا في المافيات عندهم برشا زي يخرجوا في اخبار زائفه، والنقابه ما قالت لهم شيء. مش معناها انه اللي قالوا المنقلب صحيح، انا معاه متفق معاه تماما، انه انا اللي يقولوا الانقلاب راهو ما نسمعوش خلاص، ما نحتبوش جمله وما نسمعوش وما نقراهاش وما لا اعيره اي اهتمام. لكن ودي ان النقابات ولا او الاطراف السياسيه تكون منسجمه مع عدد راهو الانقلاب ما وقعش امس، وقع عام شهرين. لكن هناك استفاقة مدنية وسياسية سيد عز الدين، استفاقة مدنية ثم ائتلاف المدني تشكل مؤخرا ثم الأحزاب الآن. سامحني زاد الوقت، زاد عنده لعبة وقت يجي ضيع لي عام واجد راهي فما حسابات عايشك، سياسة مش فدلكة لحظات ساعة لحظة ضيع مستقبل كامل. على كل انا ديما نرحب باي واحد يوصل ويفوميو تاكو جميق الفرنساوي. نعم تجي تلتحق كلمه ما تلتحقش، لكن مع الوضوح مع التوضيح انه نقابه الصحفيين ما وقفتش مع الصحفيين كما جا كما القناه نتاعو، ما وقفتش مع صانع طيب كما وقفت كما يجب. نعم يعني ما نقولوا هذا، رد بالك راهو من راهو اللي يسمح للانقلاب راهو باش يولي ضحيه هو، وقلنا لهم يا صحفيين راكم انتوما باش تكونوا اللعبه الاخيره، راهو باش يتعدى القضاء وتعدى القضاء، راهو باش يتعدى الاعلام وباش يتعدى الاعلام، لانه يلزم يقضي على هذوما الكل باش ينجم يسيطر على البلاد. نعم. حبيت نقول بكري كلمه نحب نوضحها، راهو المنقلب او المستبد او الفاشي عندما ما عندكوش مشروع لإنقاذ المجتمع يخلق أعداء افتراضيين باش يلهي روحه ويلهي الناس ويظهر كونه قاعد يخدم، راهو ماهوش غريب جدا. غدوة راهو باش يتجبرها المنقلب باش يصح مع الفريق باش يقضي على كل الحسابات اللي كانت الفايدة الضعفاء أو الفايدة الطبقات المتوسطة. أي البلاد مش تدخل كارثة كبيرة، لذا هو يحضر في روحه الهدايا يشحن في الواحد يخدم في الناس باش يلهي الناس على الكارثة اللي رأيت مشاكل تونس ما هياش الحياة اللي تعمل فيها المستبد، مشاكل تونس حياة المواطن اللي ولات صعيبة، راهو الإنسان ولا يشق ما يلحق. نعم هذه حقيقة المشاكل اللي هو عاجز باش يحلها، وبما انه عاجز باش يحلها يخلق مشاكل أخرى يلاهي فيها الناس باش يعدي الأمور، خاطر هو بالنسبة لي قاعد في باله القوانين اللي يعمل فيها الدرة هذه يعمل فيها معناها هي باش تنقذوا، ما تنقذوش عمال تخرق فيه لأنه قاعد حصل في روحه. نعم هو صدر يوم الجمعة 16 سبتمبر 22 بالرائد الرسمي مرسوم على الدربة 5/6/22 مؤرخ 13 سبتمبر 22 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. أنا فقط سنعود إن شاء الله غدا على بالتفصيل على هذا المرسوم، وفقط للسادة المشاهدين يمشوا القسم الثالث من هذا المرسوم، ثم فقرة وردت يعاقب هو أصلا، ثم قسم ثالث خاص باستغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية، يتم تزريف فقرة في القسم الثالث من المرسوم الجديد هذا. شوف ايش تقول الكلمة متاعه، ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير. أي اعتداء جسدي مسيبة غدوة إذا كان تشوف أمني يقمع في مواطن وتصوره، شنو العقوبة متاعك؟ راه عقوبة 6 سنوات 6 أعوام وخطية 50,000 دينار.
تعقيب اخير قبل ان نختم سيد عز الدين. نعم. عملهاش بن علي هذه. بن علي ما عملهاش. للاسف الشديد. ما كانش عنده الجرأة باش يعملها. خاطر فضيحة وطنيا وعالميا. وقاعد يورد في روحه راهو. ودور دور المجتمع المدني والصحفيين هو نقاب الصحفيين. إذا الشعب رضاه، إذا الشعب هذا المجتمع رضاه بهكا فيستحقها هكا. أما أنا نعتقد أن توانسة لا ماهوش مش يرضاه. هذا المرسوم ما نتصورش بصراحة، مهما كان ضعف الطبقة السياسية المجتمع المدني والسياسي، هذا قانون سوه، هذا كافي يحل مجزرة في المدونين. مجرد أنك تصور رجل أمن، لأنه في الكلمة هنا اعتداء جسدي وردت على إطلاقها، يهزك وراء الشمس للأسف الشديد. قبل أن نختم لا أنسى باسمي واسم إدارة القناة تعزية الحارة وتعزين الحارة للصديق والأخ حبيب ستهم والي المستير السابق في وفاة ابنته الله يرحمها والله يصبرهم. شابة طالبة عملت حادث، هي وأخوها، أخوها في العناية المركزة، ربي يشفيه، وهي توفاها الأجل، ربي يرحمها وربي يصبر سي حبيب وكل العائلة، وإن الله وإن إليه راجعون. شكرا سي عز الدين الحزقي، شكرا سي بلقاسم حسن، كان قبل ذلك سي مختار الجماعي. نشكر الفريق الفني والتقني الذي أمن هذا اللقاء مباشر. حتى نختم، فن اغتصاب العقول أو عندما يتم إلهاء القطيع بالخرافات والدجل الشعبوي. في عاصمة الهند نيودلهي كان سفير بريطانيا يمر بسيارته مع قنصل مملكته، وفجأة هذا لما كان بريطانيا مستعمرة الهند، رأى شابا هنديا جامعيا يركل بقرة، فأمر السفير سائقه بأن يتوقف بسرعة وترجل من السيارة مسرعا نحو البقرة المقدسة يدفع عنها ذلك الشاب صارخا في وجهه ويمسح على جسد البقرة، يتمسح على جسد البقرة طلبا للصفح والمغفرة. وصف دهشة المارة الذين اجتمعوا بعد سماع صراخه ووسط ذهول الحاضرين. اغتسل السفير البريطاني عزكم الله ببول البقرة ومسح به وجهه، فما كان من المارة إلا أن سجدوا تقديرا للبقرة التي سجد لها الغريب، وقد أتوا بعدها بالشاب الذي ركلها ليسحقوه أمام البقرة انتقاما لقدسية مقامها ورفعة جلالها. وبربطته وقميصه المبلل بالبول عزكم الله وشعره المنثور عاد السفير ليركب سيارة السفارة إلى جانب القنصل الذي بادره السؤال عن سبب ما فعله وهل هو مقتنع حقا بعقيدة عبادة البقر. أجابه السفير: ركلة الشاب للبقرة هذه صحوة وركلة للعقيدة الهشة التي نريدها أن تستمر، ولو سمحنا للهنود بركل العقائد لتقدمت الهند 50 عاما إلى الأمام، وحينها سنخسر وجودنا ومصالحنا الحيوية، فواجبنا الوظيفي هنا أن لا نسمح بذلك أبدا، لأننا ندرك بأن الجهل والخرافة وسفاهة العقيدة في جيوشنا أو هي جيوشنا في تسخير المجتمعات. هذا هو فن اغتصاب العقول. هل عرفنا لماذا الغرب يدعم كل مشروع ديني متطرف وطائفي في عالمنا العربي والإسلامي ولا ينفك عن الإجهاز عن التجارب الديمقراطية الحقيقية لشعوبنا؟ لا تبتئس لمن يغني للشعبويات والديكتاتوريات الناشئة أو يدافع دائما عن البقرة، ستجد سياسيين ماكرين ينتفعون من حليبها أو تابعين أغبياء يتبركون ببولها. ألقاكم في المساءات الجميلة.